شعر قدير أحمد مرسي. عيد الطفولة وعيد ميلاد فتفية السكر. احتفاء بظهور المستقبل وميلاد فتفية السكر، في يوم الطفولة نقف أمام مستقبل أمتنا المشرق، أطفالنا الذين يمثلون الأمل والحياة. هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو فرصة لنقف معا من أجلهم، نستمع إلى أحلامهم ونمنحهم الحب والتعليم والأمان. الطفولة هي الزمن الذي يتفتح فيه كل شيء جميل، هي البراءة الصافية والابتسامة النقية والأفكار التي تبني الغد. ومن واجبنا أن نصنع لهم عالما يرسم على وجوههم السعادة ويحميهم من كل ما قد يعكر صفو حياتهم. عيد الطفولة يحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ تم اختياره ليوافق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959. واعتماد اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، اختيار هذا التاريخ جاء لتسليط الضوء على أن الأطفال هم المستقبل، وأن استثمار المجتمع في الطفولة يعني بناء عالم أفضل للغد. هذا اليوم يمثل فرصة عالمية، للتأكيد بحقوق الأطفال وأهمية حمايتهم وتوفير بيئة صحية وآمنة لتنشئتهم. الهدف من تخصيص هذا اليوم هو زيادة الوعي بقضايا الطفولة، مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والاستعجال، وتعزيز الجهود العالمية لضمان حياة كريمة لكل طفل. وبالتزامن مع هذا اليوم العظيم نحتفل أيضا بمرور عام على انطلاق مهرجان فتفية السكر. وهذا المهرجان الذي جمع أطفالنا من مختلف الأعمار ليعبروا عن مواهبهم، أحلامهم وطموحاتهم، كان عاما مليئا بالابتسامات والإنجازات والذكريات الجميلة. مهرجان فتفية السكر لم يكن مجرد حدث أو مجرد فكرة، بل إنه أصبح ظاهرة، بل أصبح منصة لتسليط الضوء على إمكانيات الأطفال وإبداعاتهم في مختلف المجالات. إن هذا التزامن بين عيد الطفولة وعيد ميلاد فتفية السكر هو رسالة لنا جميعا بأن الأطفال هم أساس البناء، وأن كل لحظة نقضيها لدعمهم وتعزيز قدراتهم هي استثمار حقيقي في المستقبل. فلنغرس في أطفالنا القيم الجميلة والنبيلة، ونساعدهم على تحقيق أحلامهم. أطفال اليوم هم شباب المستقبل ورجال الغد، وهم الهدية التي نستثمر فيها لنراها تزدهر غدا. كل عام وأطفالنا بخير، وكل عام ومهرجان فتفية السكر يضيف المزيد من البهجة والإبداع لزهور حياتنا. شكرا لكم والسلام عليكم.